السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة رجعنا في فيديو جديد، وهو ما هي استخدامات الأشعة تحت الحمراء. بس قبل كده يا جماعة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات، ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. المحتويات اللي هنتكلم عنها النهاردة: 1 كاميرات التصوير الحرارية، 2 علم الفلك، 3 دراسة الطقس والطبقات التاريخية، 4 أغراض التجسس، 5 مجالات الاتصالات. النقطة الأولى، كاميرات التصوير الحرارية. تعد كاميرات التصوير الحساسة للحرارة من أكثر استخدامات الأشعة تحت الحمراء شيوعا، حيث يمكن استخدامها لدراسة أنماط الحرارة في جسم الإنسان والحيوان. ولكن في كثير من الأحيان يتم استخدامها ككاميرات للرؤية الليلية، أو في حالات الحرب، أو لأسباب أمنية. 2 علم الفلك. تستخدم الأشعة تحت الحمراء على نطاق واسع في علم الفلك، إذ يمكن أن يؤدي استخدامها في التقاط الصور إلى اكتشافات مدهشة. ويعود السبب في ذلك إلى أن جميع الكائنات التي تكون درجة حرارتها مرتفعة تنتج الأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى أن الكثير من الكائنات لا تنتج الضوء المرئي، لذا فهي أداة دراسة فعالة في علم الفلك. فعند النظر إلى السماء فإنها تظهر فارغة ومظلمة، حيث أن الكثير من الأمور لا تظهر ضمن نطاق الطيف المرئي، بينما تظهر في نطاق الأشعة تحت الحمراء. 3 دراسة الطقس والطبقات التاريخية. تستخدم الأقمار الصناعية الخاصة بدراسة الطقس تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء لمعرفة درجة حرارة الماء وكيفية تشكل الغيوم. بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن استخدام الأشعة تحت الحمراء لدراسة الطبقات التاريخية المرسومة لمعرفة إمكانية وجود طبقات أقدم منها. النقطة الرابعة، أغراض التجسس. يمكن استخدام الأشعة تحت الحمراء في تكنولوجيا التتبع لأغراض تتبع الأجسام الخاصة بالصواريخ، حيث يتم تتبع الأشعة تحت الحمراء الخاصة بهم. كما يمكن استخدام تلك الأشعة للتصوير في حال الإضاءة الليلية المنخفضة لتمكين تسجيل الفيديو والتقاط الصور. النقطة الخامسة والأخيرة، مجال الاتصالات. تستخدم الأشعة تحت الحمراء في نقل المعلومات من مكان إلى آخر، حيث يمكن استخدامها في جهاز التحكم عن بعد والهاتف المحمول والحاسوب المحمول والمساعد الرقمي الشخصي BDES، وذلك الحصول على قناة قصيرة المدى للاتصال، مثل الاتصال بين الهاتف المحمول وجهاز الحاسوب أو بين التلفاز وجهاز التحكم. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن استخدام الأشعة تحت الحمراء في العديد من الاستخدامات الأخرى، مثل التحليل الطيفي ودراسة الأنظمة البيولوجية. وبكده يا جماعة يكون الفيديو انتهى معانا النهاردة. ياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات، ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.